السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو الكاردياك مونيتورنج. The outline include definition, purpose, indication, type of monitoring lead system, code of lead wire attached to the patient, procedure and special consideration. طبعا ال definition of cardiac monitoring عبارة عن is a non-invasive procedure that display the electrical activity of the heart. طبعا ان هو بيعمل لي كصورة كده عامة عن ال electrical activity of the heart اللي هي دي بتتم عن طريق ال contraction or relaxation of اللي هو ال atrium and a ventricles. طبعا عندنا two atrium and two ventricles left و right. فانا بشوف الكفاءة الاترال دي شغالة ازاي والبنتريكل عشان ابدأ احدد الحاجات الابرومر اللي ممكن تحصل لي، زي مثلا لو هو البنتريكل دي فايبريشن ان هو مثلا بيبقى فيه سرعة في الاكتريكل اكتيفيتي بتاع الهارت ومبقاش فيه فرصة ان هو يحصل له ريست، فيبقى دايما البنتريكل شغال وزود ان ريست. طيب الزيز الالكتريكال امبلسز ار بيكد باي اللي هو سيرفيس الكترود اند ار ترانسبورتد اند ذن ريكوردد ان اللي هو الايه الاي سي جي. طبعا هو في عندنا حاجه اسمها الكترود، دوت الكترود ديت بتبقى موجوده على السيرفيس بتاع البيشنت او على الشيست بتاعه وبتبقى متوصله بواير، دوت بيبقى متوصل اللي هو الكابل اوف الكاردياك مونيتورنج او الكاردياك مونيتور عشان يبدا يرسم لي الكاردياك اكتيفيتي دي، وبرده بعرف منه اللي هو الاكسجين ساتوريشن وبيطلع لي برده الايه الهارت ريت. طب البربز بتاعتنا ايه؟ بروفايد كونتينوس جرافيك بيكتشر اوف الكارديك الكتريكال اكتيفيتي. طبعا اللي هي الكتريكال اكتيفيتي دي بتبقى طالعه على الدايجرام كده عباره عن اللي هو ايه البي كيو ار اس، ودي كل نقطه بتبقى خاصه بسايت معين جوه الهارت وبالكتريكال اكتيفيتي بتاعته سواء الاتريال او الايه الفنتريك، زي ما الفيجر موضح كده. على مكان كان فنتيليشن او عنده مشكله في الريسبيريشن او عنده مشكله في الاكسجين ساتوريشن وانا عايز اتابعها، بتابعها عن طريق اللي هو الكارديك مونيتورنج، او ممكن ان هو في حاجه اسمها البلس اوكزيمتر وده طبعا بيطلع لي الهارت ريت وبيطلع لي اللي هو الاكسجين ساتوريشن برده، بس ما بقدرش اشوف منه صوره كامله عن الالكتريكال اكتيفيتي اوف الايه الهارت. برضو بيساعد هيلب ان هو دايجنوزز اوف لايف ثريتنج بروبلم زي الكارديك ديسريزمي. طبعا لو انا البيشنت ده انا عامله له متابعه وعامله له مونيتورنج كويس، ببدا اشوف لو هو حصل له اي حاجه في الهارت، حصل له مثلا ديسريزمي او حصل له مثلا اريست او حصل له اي مشكله، ببدا اعرفها من عن طريق المونيتورنج وببدا اتدخل واعمل لايف ثريتنج ايه ريسوسيتيشن. طيب الاندكيشن بتاعتنا ايه؟ يعني امتى اقول ان البيشنت ده اللي موجود عندي في المستشفى او موجود مثلا عندي في الاي سي يو محتاج ان انا لازم اعمل له كاردياك مونيتورنج؟ اغلبيه طبعا الاطفال اللي موجوده في الاي سي يو دايما بتبقى موجود محطوطه على اللي هو الكاردياك مونيتورنج، لان دايما في الاي سي يو بتبقى حالات كريتيكال ومحتاج ان انا اعمل مونيتور لكل الفايتال ساينس والفايتال اورجان اللي موجوده عندهم، فببدا استخدم الكاردياك مونيتورنج. وممكن اشوف الكاردياك مونيتورنج في اي مكان تاني، ممكن مش اشوفه في الكاردياك وورد او مثلا الكارديك اي سي يو نيونيتال انتنسيف كير يونت، وبرده اللي هي البيدياتريك انتنسيف كير يونت، دي الاماكن اللي انا ممكن اشوف الكارديك مونيتورنج او الاماكن اللي بتستخدم اكتر اللي هي الكارديك ايه مونيتورنج. طب الانديكيشن بتاعتنا ايه؟ البيشنت ويز اللي هو سبريست ريسبيراتوري سيستم باي دراج اوفر دوز اور انستيزيا. طبعا هو مثلا لو الطفل ده واخد دراج اوفر دوز او عند او مثلا اندر انستيزيا لازم برده اعمل له مونيتور للهارت ريت بتاعه والكفاءه بتاعته، لان طبعا ممكن الانستيزيا بتاثر على الايه على الاكتيفيتي بتاع الهارت، فانا دايما اشوفه. حتى الانستيزيا دي ممكن تكون مثلا اثناء اوبريشن، فانا لازم ابقى متابعه وتبقى عيني على الهارت شغال ازاي عشان ما يحصلش اي ارست ويحصل لي اي مشكله للهارت. وطبعا المشاكل لما يكون برده في مشكله في الريسبيراتوري سيستم ببقى عايزه اعرف برده اللي هي الاكسجين ساتوريشن عشان ببدا احدد عليه بعد كده المودز بتاع لو انا هستخدم فنتيليشن او ميكانيكال فنتيليشن، ببدا اعرفه عن طريق الايه الاكسجين ساتوريشن، وبرده بعرف البروجنوزس بتاع الطفل دوت لو عنده ريسبيراتوري بروبلم ببدا اعمل له برده متابعه عن طريق ان انا بقى ايه بقيس الاوتو ساتوريشن اللي انا ممكن ايه اعمله عن طريق الكاردك مونيتور، وبيبقى الرمز بتاعه هي البي اس اوتو البي اس اوتو. برضه مونيتور الباترن اوف يور تشايلد هارت ريزم بريو بوست سيرجري وبوست سيرجري، برضه قبل ما اعمل اللي هو اي سيرجري المفروض ان انا بعمل الكتروكارديجرام علشان اعرف برضه اللي هو الحاله بتاع الهارت ايه، والطفل ده ممكن هيستوعب معايا الانستيزيا ويقدر ان انا اعمل له انستيزيا ولا مش هينفع. وبرضه اثناء الاوبريشن برضه بيبقى المونيتور شغال لان طبعا بيبقى اندر انستيزيا وبوست سيرجري برضه، وبالاخص طبعا الحالات اللي هي تبع الهارت اللي هي الاوبن ايه هارت سيرجري. مونيتور اللي هو الابنورمال هارت ريزم، لو اي ابنورمال في الهارت ريزم طبعا انا مش عارفه عن طريق ان اعمل اسكلتيشن مثلا بالستاتوسكوب، لا انا عايزه اشوف صوره للهارت فببدا اعرفها عن طريق الايه الكارديك مونيتور. مونيتور الايفكت اوف كارديك ميديكيشن هاف يو اون يور شايلد هارت ريزم،
طبعا لو انا مثلا باخد ميديكيشن طبعا هارد، ان هو الطفل ده مثلا عنده كونجنتال انوموليز او عنده اي مشاكل كونجستيف مثلا هارت فيلير، عنده اي مشاكل وانا عايزه اتابع برضو البروجنوزس بتاع الديزيز دوت واشوف الميديكيشن ده مثلا هو يعني شغال كويس ولا لا، او الكفاءه بتاعته عاليه ولا لا، ببدا اعرفها عن طريق الكاردياك مونيتور، وبرضو بيحدد لي ان انا ممكن ازود الجرعه اقلل الجرعه في تحسن ما فيش، ببدا اعرفه برضو عن طريق الكاردياك مونيتور، وبرضو بالحاجات الخاصه بايه خصوصا بالريزم، يعني لو عنده مشكله في الريزم ببدا ان انا بياخد ميديكيشن لها، فبتابعها وبتابع البروجنوزس بتاعها عن طريق الكارديك مونيتور. بيشنت ايميديتلي بوست اوبريتيف اوبن هارت سيرجري، ده طبعا حاجه مهمه جدا ان انا لازم بعد الاوبن هارت سيرجري، لان كل اللي انا بشتغله بشتغل جوه الهارت، وكنت يعني اوبن هارت سيرجري يعني انا بعمل عمليه خطيره جدا، فلازم ابقى متابعه بعد الاوبن هارت سيرجري، لازم يبقى في متابعه جامده ودقيقه جدا. بيشنت ويز اللي هو مالتيبل تروما اور سيبتك شوك، مثلا الطفل دوت عنده شوك فانا عايز اشوف الساتوريشن بتاعه ايه، طب هل الفلويد مثلا لو هو احتاج بلاد ترانسفيوجن واديت له اشوف الساتوريشن بتاعه، هل نسبه الاكسجين عنده اتحسنت، هل الهارت برده لو هو عنده كارديوجينيك شوك اعرف برده اللي هو الحاله بتاع الهارت بقت عامله ازاي، بعرفها عن طريق الايه الكاردياك مونيتور. طيب ايه الطيب اوف المونيتورنج ليد سيستم؟ طبعا الليد سيستم ده انا هنا بنعمل علشان استخدمه علشان اعمل ريكورد الكتريكال اكتيفيتي اوف الهارت، ممكن انا استخدم في بعض الاماكن في المونيتور بيبقى له 3 ليدز او مثلا او 4 ليدز او ال 4 ايه الكترولود، او في كمان بتوصل لغايه 5، ده طبعا تبع المكان وتبع المونيتور الايه اللي مستخدم. وده طبعا كل الانواع دي بتشتغل بانديكيشن واحده ولها برده الفانكشن واحده ما بتختلفش يعني. طبعا هو لو 3 الكترولود اهوت سيستم مثلا هيبقى مثلا اول واحده بيبقى طبعا بيبقى لها كلر، الكلر الاولاني مثلا لو انا هعملها في الرايت ارم هتبقى الوايت، دي بتبقى في السكند انتركوستال سبيس، والليفت ارم برده عند السكند انتركوستال سبيس وبتبقى يونون الليد بتاعها اللي هي البلاك، وبرده اللي هو الليد او الكترولود اللي هي موجوده الثالثه بتبقى موجوده مثلا ايه عند الايت انتركوستال سبيس وبتبقى في الليفت ارم وبيبقى لونها ايه ريد. في هنا عندي 5 اهوت انتركوستال 5 ليدز او 5 الكترولود، دي الاماكن بتاعها برده بيبقى برده في اللي هي في الرايت عند السكند انتركوستال سبيس، وفي الايت انتركوستال سبيس، وبرده في الليفت نفس الموضوع عند السكند انتركوستال سبيس، وفي الايت انتركوستال سبيس، وبرده في اللي هو عند اللي هو الثيرد انتركوستال سبيس اللي هي رايت تور سترنم، وبتبقى ايه يعني كلوز للسترنم. ده اللي هو الكود اوف اللي هو الليد ايه وايرز اللي هو الاماكن بتاعها زي ما احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. طيب بالنسبه للبروسيجر بقى هنبدا بايه، اول حاجه الاسسمنت، طبعا هنعمل اسسمنت للطفل ده هل هو محتاج الكارديك مونيتورنج، لان مش معنى كده ان كل ما اي حد داخل عندي الاسم ان هو او الورد محتاج ان هو مثلا كارديك مونيتورنج، لا في ناس عايزه وناس لا، الناس اللي محتاجه طبعا عندها اي مشاكل طبعا في الهارت او عنده اي مشكله في الساتوريشن، فانا لازم ابقى عامله اسسمنت قبل ما استخدم الكارديك مونيتور. طبعا انا هعملها نعرفها ازاي، ممكن ان انا بعمل بالستاتيسكوب بعمل اسكالتيشن وبعد اللي هو الايه للهارت ريت، وبرده بسمع لو صوت اي مثلا ساوند غير طبيعي مثلا زي الميرمر، الحاجات دي بتبين لي ان هو مثلا الطفل ده عنده مشكله ايه في الهارت. طيب من بعد كده هنتكلم عن البريبريشن، طبعا البريبريشن دي هتبقى خاصه لا اما بالاكويبمنت والانفايرمنت اللي انا اللي هو الطفل موجود فيها، لا اما البريبريشن خاصه بالطفل نفسه اللي انا بعمله له. طبعا بالنسبه للانفايرمنت طبعا بشوف المونيتور واشوف كل الحاجات اللي انا محتاجاها معاه زي اللي هو الماشين كابل الكابل بتاعي والثري الكترولود، طبعا ايه لو انا هستخدم الفايف او الفور يبقى انا عندي برده الثري او الفايف او الفور اللي هو الكترولود، في السبونج ووز الكحول طبعا عشان اعمل ديس انفكشن للسكين قبل ما بعمل اللي انا بحط الالكترولود، وبرده اللي هو الكي واي جيل لان دي ساعات بتساعدني ان هو بيحصل اللي هو بتبقى ان انا بلزق الالكترولود وما تتحركش من مكانها، وفي سيزر طبعا لو انا ايه هعمل حاجه في الالكترولود مثلا انا مثلا لو ليا الدايمتر بتاعها كبير شويه مثلا هبدا اقصها او انا اعملها يعني ادجستمنت لها على اساس الايه الطفل. طيب البيشنت سكين طبعا انا المفروض قلنا هنعمل انفكشن بالكحول او بالسوب بس، وبعد كده وممكن نعمل شيفنج لو هو طبعا الطفل دوت ادولوسنت ومرحله الادولوسنت وفيه هير وكده هنعمله. بعد كده نجيب السكين طبعا دراي، لان لو البتاع لو السكين لسه مويست ممكن الالكترود ما تلزقش على السكين، فانا لازم ابقى متاكده ان هو دراي علشان ابدا ايه الزق الالكترود. بالنسبه للامبلمنتيشن اول حاجه انيشيشن اي سي جي مونيتورنج،
اول حاجه في الامبلمنتيشن انا هبدا اعمل انيشيشن ازاي بقى. انا هبدا ايه اول حاجه طبعا اي بروسيجر عندي لازم اعمل اكسبلين البروسيجر والبربز بتاعه والانديكيشن، ومثلا اقول اعرف مثلا اسماء الحاجات اللي انا هعملها عشان طبعا اقلل من الفيل والانكزايتي اللي عند الطفل. ولو الطفل مثلا في سن ما يسمحش ان هو اندرستاند مي، فانا هبدا اعمل اكسبلين البروسيجر طبعا للايه للمذرز، وبعرفها على ايه كل حاجه عن البروسيجر. بعد كده ابلايز اللي هو الالكترولود تول هو الابروبريت لوكيشن. طبعا احنا قلنا الاماكن اللي بنحط فيها الالكترولود ايه، فانا هبدا احط الالكترولود على الاماكن ديت سواء الثلاثه او اربعه او خمسه الكترولود، وابدا ايه اعمل لهم ادجستمنت للبليس بتاعهم. إيه وبعد كده هنعمل اللي طبعا هنا في النوتيبي يعني ان احنا الالكترولود ار تو بي اتشينج افري مثلا 24 اورز، او في ريفرنس ثانيه بتقول ان هي افري 48 اورز. وسيلكتد ان الابروبريت ليد ان ويتش تو مونيتور البيشنت. طبعا الليد والالكترود الحاجات دي تبقى مناسبه لعمر الطفل، ما اروحش مثلا اجيب بتاع ادلت واعملها للطفل، لا طبعا بدل الطفل. وطبعا الطفل له برده مراحل سنيه، المفروض كل مرحله يبقى لها الالكترود بتاعها المناسب للعمر ده. بنعمل تشيك للكابل اند ليد وايرز، طبعا ان شاء الله نتاكد من الكفاءه بتاعهم ان هم شغالين عن طريق ان انا لو وصلتهم في المونيتور وعملتهم تيستينج قبل ما ابدا اعمل لهم ايه كونكشن للبيشنت او للتشايلد. برضه فول الفراينج بنعمل لهم تشيك للفراينج والبروكن والوايرز والديسكلاريشن. طبعا كل دومت لو في اي مشكله في دي لازم اجيب ايه الكترود تانية علشان انا عارفه ان كده مش هتبقى تشتغل بكفاءه عاليه. بلاج الليد وايرز انتو البيشنت كابل، طبعا الكابل اهوت زي ما احنا شايفينه كده، بنبدا ناخد الكابل ونعمل بيه كونكشن للايه للالكترود والواير ايه ليد. وبعد كده هنعمل الكابل هنبقى نبدا نعمل له كونكشن للايه للمونيتور. بعد كده بنعمل ترن اون المونيتور، وبعدين يعني ممكن النقطه بتاعه ترن اون دي تبقى في الاول عشان اتاكد ان في اللي هو الالكتريك كونكشن واصل للمونيتور وان المونيتور شغال قبل ما ابدا اعمل الكونكشن، او ممكن بعد ما بخلص لو انا متاكده ومثلا كان موجود في بيشنت قبل كده وعارفه ان هو شغال فابدا ايه اوصل على طول وبعدين اعمل ترن اون للمونيتور. بعد كده بنعمل ادجستمنت بقى للمونيتور، هعمل ايه احدد مثلا الالارم سيتنج بتاعي. مثلا هقول له مثلا للمونيتور بعمل له سيتنج ان مثلا لو الهارت ريت مثلا زاد عن 160 مثلا لو الطفل نيونات يبقى يبدا يدينا قرار من يبقى كده في تاكي كارديا، او لو مثلا الرسمه بتاعه الالكترال اكتيفيتي بتاع الهارت او مثلا البي كيو ار اس ديت هبدا احدد مثلا السرعه بتاعها الشكل بتاعها الحاجات دي بسجله عشان اي ابنورماليتي يبدا يديني ايه الارم. طيب احنا خلصنا وعملنا كونكشن وبدا يعمل المونيتور بدا يقرا وبدا يديني الالكترال اكتيفيتي وبدات اشوف الهارت ريت باين عندي والاوتو ساتوريشن شغال، واتاكد ان المونيتور شغال وعملت ايه الاوبزرفيشن للمونيتور وللدايمتر اللي عليه او البارامتر اللي عليه واتاكدت ان هو شغال. لو كده يبقى في يبقى انا خلاص كده خلصت البروسيجر بتاعي، ابدا في البوست كيت للبيشن. طبعا اشلون انا ممكن يكون الطفل ده طبعا حاجه ديت حاجه برضه غريبه عليه او ممكن يبقى قلقان او عنده انكزايتي او ان هو ما تعرضش للحاجات دي قبل كده، فبعمل له اشورنت برضه اعمل للبيشنت وللفاميلي وبعرفهم برضه الانديكيشن بتاعته ايه اهميته انه يبقى الحاجات زي دي موجوده عشان اعمل اسسمنت للطفل. الانفايرمنت بقى بنعمل ديسكارد اور يوز ايتمز بقى الحاجات اللي هي اللي كانت لازقه في الالكترود ديت اي ديسكارد اي حاجه انا مش محتاجاها ببدا اعمل لها ديسكارد. بالنسبه للنيرس بقى هتعمل ريكورد الاي سي جي ستريبل فروم اللي هو المونيتور، طبعا انا هتقرا الاي سي جي وهتقرا مثلا في اب نورمال ولا في نورمال ولا الحاجات دي وتبدا ان هي المفروض تسجلها وتبدا انها تبقى عارفاها. وطبعا النيرس المفروض تبقى مدربه على حاجه زي دي عشان تقدر تفرق ما بين النورمال والاب نورمال. ايفالويت طبعا الاي سي جي باترن كونتينوسلي فور اللي هو تسريزمي عشان لو الفعل لو هي عارفه النمره هتعرف تعرف ان في طبعا في اريزمي او ديسريزمي او اي بروبلم خاصه ايه بالهارت. وبعد كده وش الهاند طبعا الهاند وش الهاند بيتون البروسيجر وبفور البروسيجر وافتر وافتر وبفور اني كونتاكت وذ الايه التشايلد او البيشنت. في بقى الانجوينج كير، يعني مش معنى الطفل ده بقى انا وصلته على المونيتور خلاص انا كده اسيبه وملوش اي كير طبعا المونيتور وابدا اعمل له كير ثانيه، لا طبعا المونيتور له كير وطبعا له برده اوبزرفيشن وله اسسمنت لازم اعمله كل فتره وكل مثلا شيفت انا موجوده فيها لازم اعمل اسسمنت. وممكن اعمل نفس سكادول كده او ممكن يكون في بوليسي اصلا ان انا لازم اعمل تشيك للمونيتور للالكتريكال كونكشن بتاعه للواير ليست للالكترولود لكل حاجه خاصه ايه بالمونيتور. المفروض ان انا بعمل تشيك للارام ليميت سيتنج، ممكن انا مثلا لو حصل مشكله مثلا الالارم ده ممكن حد مثلا كان موجود جنب الطفل والالارم ده بقى سايلنت فما يدي الارم وانا مثلا اكون بعيده عن البيشنت
مثلا وانا عند بيشنت تاني وانا في الطفل عنده مشكله وانا اصلا ما فيش صوت الارم، فلازم اعمل تشيك ان الارم ده شغال وان الارم ده معمول له اون علشان ابدا يحدد لي اي مشكله حصلت ايه للطفل. وده برده بعمله تشيك افري شيفت وكونتينيو دو ادجست اللي هو الالارم ليمت از بيشنت ريزم والكونديشن والون. طبعا انا بعمل الالارم اكوردنج تو الريزم والبيشنت ايج، وبرده بعمل ادجستمنت على ايه على اساس ان هو كل مثلا مرحله بيبقى لازم لها هارت ريت معين لها ريزم معين، فالحاجات دي يبقى ايه واخده بالي منها. ريفيو اوف شيفت المونيتورنج للترندز والالارمز، طبعا انا بقول في الشيفت نفسها وفي افري شيفت برضو، يعني انا بخلص وبستلم او انا لسه جايه استلم الشيفت بتاعي برضو لازم ابدا اتاكد من الحاجات دي كلها. ري اسس البيشنت فور ساينز اوف الهومو دايناميك كومبرومايز، اللي هو مثلا يبقى عنده مشكله مثلا البلاد بريشر الاكسجين ساتوريشن قل الريسبيراتوري ريت بتاعته ساين والسيمتوم اللي هو مثلا بتاع الميكاردن اكسكيميا، يبقى عنده مشكله ممكن اعرفها عن طريق الاكسجين ساتوريشن وعن طريق الايه الهارت ريت. بنعمل ريبرت طبعا للفيزيشن لو انا شفت اي حاجه ابنورمال في مثلا اريزمي او تيزريسمي او اي مشكله انا شفتها او في مثلا الطفل ده دخل في اريست، لازم انا ابدا اعمل انيشيشن اكشن برده، وبعد كده برده بنعمل نوتيفاي للفيزيشن علشان يبدا يجي يساعدني لو الطفل مثلا محتاج ميديكيشن او حاجه لازم الدكتور تبقى اكوردنج تو هو الايه الدكتور اوردر. نيو اور اكسبكتد تشينج ان الكاردياك ريت والريزم والكلينيكال ستاتس، برده اي حاجه اي اختلاف اي حاجه لازم اعمل له روبرت بسرعه، ولو في حاجه انا اقدر اعملها اتصرف فيها على ما الفيزيشن دي يجي، بس طبعا اكوردنج تو الرول بتاعي. بعد كده المفروض اخر حاجه واهم حاجه طبعا الدوكيومنتيشن، طبعا انا اشوف الريكورد انا عامله نفسي كل ساعتين مثلا هعمل هسجل الهارت ريت واسجل ان كان مثلا في نورمال في الريزم بتاعه ولا في ديسريزم ولا اريزم ولا اي مشكله ببدا اسجلها. اي حاجه بتحصل للبيشنت حصل له مثلا اريس في الوقت اللي انا فيه او في الشيفت بتاعه اقول مثلا حصل له اريس في التايم الفلاني والاكشن اللي اتخذ للبيشنت او للتشايلد ده كذا، كل حاجه اي حاجه حصلت للبيشنت او اي حاجه حصلت لازم انا ابدا ايه اسجلها. طبعا اهو بنعمل ريكورد اني ديسريزمي اند تريتمنت، لو انا مثلا حصل ديسريزمي او حصل اريس ودينا تريتمنت او ميديكيشن او ادينا اي حاجه او الدكتور مثلا جه غير الميديكيشن غير الجرعه او ادى ميديكيشن تاني عمل تشينج له، يبدا برضو اعمل ايه دوكيومنتيشن عشان اعرف الناس اللي جايه ايه اللي حصل للبيشنت ده الوقت الشيفت اللي انا بتاعه. في بقى سبيشال كونسيدريشن، دي حاجات لازم احطها في اعتباري كده وانا بعمل الكاردياك مونيتور او انا شغاله مع بيشنت ايه معمول له كونكشن بايه بكارديياك مونيتور. ميك شور اللي هو اول الكتريكال اكويبمنت اند اوتليت ار جراوندد، يعني مثلا الحاجات دي ممكن دي حاجه الكتريك ممكن مثلا تعمل كهرباء، فانا لازم السلوك دي اتاكد انها ايه موجوده ماشيه على الارض يعني كده وبعيده عن السرير وبرده بعيده عن الحركه، لان ممكن حد ماشي ممكن يقوم جاي يكعبل مثلا في سلك او حاجه ويعمل له ديس كونكشن فما يدينيش قرايه صح، فانا ببدا احطها بتبقى على الجراوند وبعيده برده واعمل ادجستمنت لها مكانها وتبقى بعيده عن وقت الايه الحركه او المكان اللي انا بعمل كير للايه للبيشنت فيه. افويد اوبننج اللي هو الالكترود باكج انتل جاست بيفور يوزنج، طبعا انا الالكترود ما افتحهاش واجلزقها، لو انا ممكن مثلا اللزق بتاعها ده ممكن يفك مثلا بسرعه فانا لازم الوقت يعني بفتحها الوقت اللي انا هلزقها فيه على طول. افويد اللي هو بليزنج الالكترود او بوني برومننس، طبعا ما بحطهاش على اماكن نتوءات كده عظميه لان ممكن برضو الوقت البوني برومننس دي ممكن تتحرك وكده فبتبدا اللزق بتاعها يفك، او مثلا لو في الهير لوكيشن طبعا عشان لو جت انشلت ولا حاجه بتبدا تعمل بتبقى بينفول جدا للطفل مثلا او للبيشنت، فانا برضو ابعد عن الاماكن دي وبرضو ببعدها لو انا الطفل ده طبعا عارفه ان هو مثلا في لايف ثريتنج بوزيشن لايف ثريتنج كونديشن وممكن يحصل له اي مشكله، فانا ببعدها عن الاماكن اللي بحمل بيها الايه الديفايبريليتور لان ممكن استخدمه، او الاماكن اللي انا ممكن اعمل بيها سي بي ار او اللي هو الايه الشيست كومبريشن. من ضمن الكونسيدريشن برضو اللي هو ايه البيشنت سكين از فيري اويلي ولا سكالي او دايفريتك، يعني في اي مشكله اي التهابات في الجلد اي في اي قشور اي حاجات من دي لانها دي ممكن تاثر على الوصله بتاعه المونيتور وتغير لي في الرسم او اي ويعمل لي اي مشكله، لازم انا اتاكد المكان ده مش اويلي وان هو دراي، طبعا السكين ده يبقى دراي في طول الوقت واللي هو بالسكين انتجريتي بتاعته انتاكت برده وما فيهوش اي مشكله، لانه ممكن يعمل انفلاميشن الانفلاميشن ده ممكن يديني يوديني الانفكشن ويبقى انا دخلت البيشنت او التشالت في مشاكل تاني. هاف ذا بيشنت بريس نورمالي ديورنج البرد، طبعا لو يعني مثلا ساعات الطفل بيبقى خايف تحس ان هو ممكن يعمل هولدنج للبريسنج بتاعه، لا انا مش محتاجه ان اعمل هولدنج للبريسنج ولا حاجه، لازم اطمنه وايه واخليه يعمل بريسنج عادي خالص. اسس اللي هو السكين طبعا انتجريتي والريبوزيشن اوف الالكترود افري، طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده يا اما 24 اور يا اما بعد